من ناحية ثانية مها أنه حذر الدفاع المدني من ترك الشواحن المتنقلة والعبوات العطرية وعبوات الغاز في المركبات خلال الأيام القادمة، حيث سيحل فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وإحنا بحاجة لوجود المعقم معانا أكيد باستمرار في السيارات يعني أو في أي مكان بشكل عام، خاصة في الطرق. لكن خلينا نتكلم في ذا الموضوع أكثر وناخذ تفاصيل عنه أكثر، وقتها كيف نقدر يمكن احنا كمان بحكم انه احنا بنات معانا اكيد عطر معطر صح. سياره موجود في السياره ننساها للاسف صحيح واحيانا ننساها. خلينا ناخذ تفاصيل اكثر وعشان نكون في السيف سايد ارحب معي عبر الهاتف بالعقيد نافع الحربي متحدث الدفاع المدني في منطقه حائل. اهلا وسهلا فيك. اهلا بك اختي الكريمه، مساء الخير لك وللاخت معك في الاستديو وللساده المشاهدين والمشاهدات. اهلا وسهلا فيك عقيد. يعني في البدايه احنا دحين كنا لسه قبل شوي بنتكلم عن احوال الطقس وانه احنا دخلنا في فصل الصيف وبقوه، لكن اهميه عدم ترك المعقمات، اهميه عدم ترك العطور وما الى ذلك في السياره خاصه في فصل الصيف. نعم، بالنسبه للمعقمات هي في الاساس تعتبر او تصنف على أنها مواد سائلة قابلة للاشتعال. طبعا تختلف هذه المعقمات باختلاف تركيز مادة الفحول صحيح. وكذلك نوع المادة. بالنسبة لاشتعال المعقمات داخل السيارة هي تحتاج إلى مصدر خارجي للاشتعال أو درجات حرارة عالية تصل إلى 300 درجة مئوية. يعني نطمن أنه الحمد لله ممكن يعني قليل جدا ما يكون في حوادث من هذا النوع. هو قليل، لكن احنا نوصي طبعا الشركات المصنعه لها وضعت انه تحفظ في درجات حراره اقل من 30 درجه صح مئويه. صحيح. نحن نوصي دائما بما توصي به الشركات المصنعه لها من باب الامان والاحتياط لذلك. نعم. طب خلينا شوي نتكلم عن جهاز الاطفاء او الطفايه زي ما نسميها، يعني هل وجودها في السياره مهم؟ ويعني كثير ناس ممكن تكون عندهم بس يمكن ما قد استخدموها، وممكن في بعض الناس يخافون ان يخلونها في السياره انها قابله للاشتعال او ممكن انها تنفجر او شيء، فايش صحه هذا الكلام؟ بالنسبه لطفايات الحريق الموجوده داخل المركبات هي غالبا تكون من النوع الذي يحتوي على مسحوق البودر الجافه. نعم. وهي هذه لا تتاثر بالحراره لان الشركات المصنعه للطفايات تخضعها لمراحل اختبار عاليه، لكن يجب أن تثبت بإحكام داخل المركبات. نحن نوصي في مجال هذه الطفايات طفايات الحريق بشكل عام باقتناء النوعيات المطابقة للمواصفات القياسية السعودية. نعم عقيد نافع، يمكن في أشياء كثير إحنا لازم ما نتركها في السيارة، بس ممكن تذكر لنا إيش أهمها خاصة في فصل الصيف؟ بالنسبة للأشياء التي لا يجب تركها في السيارة. نعم نعم، كافة العلب المضغوطة بالغاز سواء نعم. كانت غاز البوتان المستخدم في أغراض الطهي أو أنابيب الغاز الصغيرة التي تسمى يعني بشكل عام في الدافور، هذه يجب أن لا تترك داخل المركبات لأنها تتأثر بالحرارة. أيضا يشمل ذلك العلب المضغوطة بالغاز سواء كانت علب عطرية مثلا أو مبيدات حشرية أو حتى الخاصة بإزالة الكهرباء الساكنة. نعم. بعض الناس يحفظها داخل السيارات أو ينساها داخل المركبات، هذه يجب أن تزال الآن مع ارتفاع درجات الحرارة لأنها تتعرض للانفجار. نعم يعطيك العافية، شكرا لك سعادة العقيد على هذه المعلومات، وإن شاء الله يا رب نكون استفدنا منها وكمان المشاهدين بإذن الله. طبعا هذا الشيء يعني جدا من جد مهم. يعني عبير أنا أتذكر تركت علبة معقم ما هي مضغوطة ولا شيء، سائل عادي، لكن ساحت على نفسها وانفجرت مع نفسها كذا، ساحت ما أدري هي انفجرت هي ساحت مع الحرارة، بس الحمد لله يعني كانت في مكان الكوب في السيارة، فبصراحة خفت يعني قلت أشوى أنها ما هي مثلا تكون يعني من العلب المضغوطة أو شيء، وأنا نسيتها ما حطيتها قاصدة.